In problems, write the system of linear equations that is represented by the given augmented matrix. Assume that the variables are x1 and x2. أول equation هتبقى 2x1 زائد 5x2 هتساوي الكونستانت اللي هو 7، وهنا 1 يعني اكتب x1 مع 4x2 يساوي 9، مش طالب حله. هنا مفيش x1 يبقى 3x2 يساوي 15، يعني الاكس 2 بخمسة على طول لو احنا عايزين نحل، بس احنا مش عايزين نحل. ماينس 8x1 2x2 يساوي 25. هنا ما فيش اكس 2 وهنا ما فيش اكس 1، يبقى 4x1 يساوي ماينس 10، يعني الاكس 1 بماينس 2، و 8x2 بيساوي 40، يعني الاكس 2 بخمسة لو عايزين نحل. هو بس طالب السيستم اوف لينير ايكويشنز، x1 2x2 يساوي 12، دي الايكويشن الاولى، وهنا مفيش x1 يعني x2 يساوي 6.